هي مشات مع مواليها، مشات مع الناس القدام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قليل اللي مازال دابا كيتيق بالناس وبالكلمة ويعطي العهد ويفا به. مازال شوية دنيا، ولكن كنهضر بالنسبة للمدينة ما بقاش، يعني بالنسبة للبادية ويباقي باقي شوية دنيا. كون ما خصش بلادي يكون النية لواحد الدرجة اللي غتسبب ليه مشاكل، اللي غيوقع في شي مشكل ماشي حتى تما. كلشي تيقول راه فيه النية وباقي كلشي تيقول بلي راه أنا نية وهذا وبزاف ديال الحوايج، ولكن راه كلشي مطور في هذا الوقت، مابقاش شي حد نية، كلشي عارف الخايبة والمزيانة. تقريبا أغلبة المشاكل اللي كيواجهها المجتمع المغربي كتجي نابعة من النية، حيت كثر ولاد الحرام وبنادم كي اش نقول لك كيتيق في بنادم من بعد كيلقى راسو في مشكل كبير. النية كانت شحال هادي في الناس القدام، دابا العصر تطور والدنيا تقلبت على ظهرها. المغاربة يعني أصلهم النية، يعني من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الدنيا والمغاربة متبعين التقاليد ديالهم، والتقاليد المغربية كتفرض على أي مغربي من المغاربة أنه يكون قصدا عنده نية خالصة مع جميع الناس، كل ما كانتش النية ما تكونش المعاملة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.